ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لكم انديان تشيكن كاري على طريقتي الخاصه، ويا رب تعجبكم. تعالوا معانا مع بعض نشوف الطريقه ايه. تعالوا نشوف مكونات الدجاج الهندي ايه. اوكي، معايا 1.5 كيلو دجاج. اوكي، معايا صلصه، معايا انا طحنه معاها فلفل بيحرق. اوكي، معايا 5 بصلات مقطعه شرايح، معايا زبادي، ومعايا كركم، تشيكن باودر، اوكي، كزبرة، فلفل اسود، كمون، ملح، جرام مسلة، كله معلقة صغيرة، معلقة شاي، الا الفلفل الاسود والكمون نص معلقة شاي. وتعالوا نتبل الدجاج بالمنظر ده. اوكي، نحط اللبن. اوكي، ونسيت اقول لكم معانا زنجبيل وتوم معلقه ونص، وهنتبلهم كلهم مع بعض وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. اوكي، كل المكونات دي وهنسيبها نص ساعه. احيانا بيكون عندي وقت بسيبها اكتر، اوكي، تتشرب من التتبيله. احيانا بسيبها قبليها بيوم، بتبل وبخلص وبسيبها من قبليها بيوم في التلاجة تكون احسن. هنسيب الدجاج مع البصل ربع ساعة ونغطيه، بعدين نرجع عشان نحط الصلصة. بعد ما سبتها اوكي ربع ساعة، عندي فلفل اخضر اختياري مش اجباري، اوكي، بس انا حطيته، ممكن تقطعيه بس انا حطيته كامل عشان الاولاد لما ياكلوا معي. هنحط الصلصة المنظر ده ونسيبهم مع بعض، نقلبهم ونسيبهم مع بعض ايه لحد ما تستوي. في الاخر هكون مجهزه ورق كاري، اوكي، كاري ليفز وكزبره خضراء، بتدي طعم رهيبه. مفيش كاري ليفز بس كزبره خضراء، بتدي طعم رهيب وحلو في الاكل. الاكلات الهنديه معتمده عليها كليا. دلوقتي هحط الكزبره الخضراء، اوكي، المنظر ده، وهقلبها. ده في الاخر يا جماعه، في اخر دقيقة كده هقلبها. بعد ما شفنا مع بعض التشيكن كاري على طريقتي، انديان تشيكن كاري، شايفين الدجاج دايب ازاي. اوكي، لو عجبكم اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس، وقناتي على اليوتيوب ريحانة، فعلوا زر الجرس وشير الفيديو مع أصحابكم وعلقوا لي. باي باي.